هلو everybody، فيديو جديد مع مرمر. طبعا كالعادة وحشته مرمر جدا جدا. النهاردة هنرص مع بعض الحاجات القمر دي في الدولاب، وبجد متحمسة قوي لان انا من زمان كان نفسي اجيب كل الحاجات اللي انا بحبها وافضل اسحب منها كده بالشهر او بالشهرين وتفضل موجودة عندي في الدولاب. فصادفت ان هي اصلا جاتلي وبجد اتبسطت قوي بيهم بجد، وهوريكم دلوقتي ازاي هنرصهم مع بعض في الدولاب. بصوا بقى القمر والجمال والحلاوه، بجد شكلهم عاجبني قوي، وخصوصا ان هم حاجات بجد هتكفيني مده طويله قوي. عايزه اقول لكم ان انا اساسا فضيت الدولاب بتاعي، يعني دي كانت درجين انا مش محتاجاهم، معاهم مرفين وفوقيهم، فقلت دول هيبقوا مناسبين جدا ان انا احط فيهم كل الحاجات القمر بتاعتي. ناقص بس شويه حاجات احطهم كمان الناحيه التانية في الدرفه التانية في درج.